الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت غرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من الطرق والمحاور الجديدة التي انتهى تنفيذها، والطرق والمحاور التي يجري العمل على إنهائها بمنطقة القاهرة الجديدة، والتي تستهدف إحياء مساحة 15,000 فدان ما بين جنوب طريق السخنة والقاهرة الجديدة، والاستفادة منها في مختلف المجالات الاقتصادية والعمرانية، بما يزيد الدخل القومي ويوفر فرص عمل في قطاعات متنوعة. كما استمع الرئيس السيسي إلى مشروعات ربط القاهرة الجديدة بالدائري الأوسطي وتطوير طريق سوق السيارات والمنطقة المحيطة به. استشهد 15 فلسطينيا فجر اليوم، وأصيب آخرون بعضهم بجروح خطيرة إثر قصف طائرات الاحتلال منزلين في دير البلح وسط قطاع غزة وفي حي المنارة شرق خان يونس. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح استقبل 35 شهيدا وأكثر من 60 جريحا منذ صباح الجمعة وحتى ساعات فجر اليوم. وأشارت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزلا مأهولا في منطقة المنارة شرق خان يونس، ما أدى لاستشهاد 10 فلسطينيين غالبيتهم من الأطفال والنساء وإصابة عدد من المواطنين بجروح متفاوتة، نقلوا جميعا إلى المستشفى الأوروبي في المدينة. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجرا مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن نحو 10 آليات عسكرية اقتحمت المدينة من مدخلها الغربي وتمركزت بالقرب من إسكان الموظفين في أحد الأحياء، كما اقتحمت أحد المنازل، فيما تمركزت قوة أخرى في محيط مخيم العين في المدينة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوة كبيرة من الجيش الاحتلال اقتحمت مخيم بلاط وانتشرت في محيطه ومحيط مخيم عسكر المجاور، ونشرت أو نشرت القناصة على عدد من المباني التي داهمتها وسط اندلاع مواجهات مع السكان. وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية إلى أن قوات الاحتلال داهمت إحدى المطابع على أطراف مخيم بلاطة وحطمت محتوياتها بالكامل. أكدت الأمم المتحدة أن قطاع غزة بات غير صالح للسكن، وذلك بعدما دمره قصف الاحتلال الإسرائيلي الكثيف. وقال وكيل الأمن الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالة الطوارئ مارتن جريفيث إنه بعد 3 أشهر باتت غزة مكانا للموت واليأس على حد تعبيره، مشيرا إلى أن سكانها يواجهون تهديدات يومية على مرأى من العالم. هذا ويعاني سكان قطاع غزة أزمة إنسانية وكارثية باتت معظمهم على شفير المجاعة وفق الوكالات الدولية، في ظل نقص حاد في الغذاء والمياه والوقود والأدوية، فيما لا تدخل المساعدات إلا بكميات ضئيلة جدا رغم صدور قرار بهذا الصدد عن مجلس الأمن. أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط صواريخ وطائرات مسيرة في سلسلة من الهجمات الليلية فوق شبه جزيرة القرم والجزء الغربي من البحر الأسود. وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في تقريرين صدر فجرا أن وحدات الدفاع الجوي الروسية أحبطت محاولة هجوم من خلال اعتراض 5 طائرات مسيرة فوق البحر الأسود، كما تم اعتراض وتدمير 4 صواريخ موجهة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم. رياضيا، واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالية فيتوريا تدريباته باستاد مصر بمدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية، استعدادا لمواجهة تنزانيا وديا الأحد المقبل في إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 والتي تستضيفها كوت ديفوار وتنطلق في 13 يناير الجاري. وأسفرت قرعة منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 والتي أقيمت بمدينة أبيدجان العاصمة الإيفوارية عن تواجد المنتخب الوطني في المجموعة الثانية في البطولة والمقرر لها 13 يناير حتى 11 فبراير من عام 2024 مع كل من غانا والرأس الأخضر وموزمبيق. مشاهدينا، انتهى موجز الثامنة، ونعود لاستكمال باقي فقرة صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.